مشاهدون هنا الجميع أتى وحضر من أجل الاستمتاع بفرحة إطلاق المدفع كبارا وصغارا، كل يوم يأتون إلى هنا إلى هذا المكان من أجل الاحتفال والمشاركة في فرحة إطلاق مدفع رمضان. تم تجهيز المدفع ونحن الآن في انتظار إطلاق مدفع رمضان وسط حشود وتجمعات كبيرة من أهل محافظة سوهاج. متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، كل عام وحضراتكم بخير. فرحة إطلاق مدفع رمضان ما زالت مستمرة حتى نهاية هذا الشهر الكريم هنا بمحافظة سوهاج، حيث يوجد المئات من الأطفال والشباب والأسر تخرج هنا كل يوم من أجل الاستمتاع بإطلاق المدفع وصوت المدفع الذي يفطر الصائمين هنا على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع المتحف قبل عملية الإطلاق. كما تشاهدون حرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع المتحف هنا في محافظة سوهاج. وكما ذكرت لكم في بداية هذا البث الحي المباشر أن المدفع يعود عمره إلى أكثر من 100 عام وهو من عصر المملوك، وكانت من أهم المعلومات التي كنا قد ذكرناها أن أول مرة لإطلاق المدفع كانت في عهد الدولة الأموية، حيث كان هناك تجربة لأحد المدافع اللي كان قد أحضروه، في هذا التوقيت كان حل أذان المغرب فتم الإطلاق، وعندها اعتقد الأهالي في مصر أن هذه هي إذنا بموعد الإفطار، وهذه السنة الحسنة ما زالت مستمرة هنا في كل محافظات مصر حتى الآن.